السلام عليكم. أنا مها توكل، مريضة روماتويد ومتبعة لنظام الطيبات. بستغل وجودي في فلسطين وهحكي لكم تجربتي وأنا باخدكم معايا جولة في الأقصى المبارك. إلى الأقصى، ذاهبون إلى الأقصى. من صغري وأنا عندي ليونة عالية جدا في المفاصل، وكنت بعتبرها ميزة. كنت بلعب كاراتيه، كنت بشترك في كل الاستعراضات المدرسية المسرحية، أحب الرسم، أحب العزف. وفجأة اشتكيت من صباع. صباع واحد بس خلاني رحت للدكتور من شدة ألمه. قال لي إن ده اشتباه روماتويد. قلت له يعني إيه روماتويد؟ قال لي يعني هيسبب لك تشوهات في المفاصل، إعاقة في الحركة، ومشاكل بقى بسبب الآثار الجانبية اللي هتكون مع العلاج يعني. طب إيه العلاج؟ مفيش علاج. يعني إيه مفيش علاج؟ يعني كلها مجرد مضادات للالتهابات وكورتيزون ومثبطات للمناعة. كل ده عشان بس المرض ما ينتشرش عندك، أو نوقف حدته إن هو بدل ما يحصل لك تشوهات في سنة تحصل لك بعد 10 سنين. سبع سنين وأنا بلف على دكاترة وبعمل تحاليل وباخد أدوية، وكل ده مفيش تشخيص واضح، مفيش حاجة في التحاليل، لحد ما في يوم ظهرت النتيجة وبنسبة عالية جدا إن أنا عندي روماتويد والتهابات شديدة جدا بنسبة عالية جدا جدا. وقتها الدكتور اداني لستة أدوية وقال لي في مخططات لجواز او اي حاجه او خلفه، لو في اجلي. قلت له هتجوز بعد سنتين؟ فقال لي يبقى تجيلي بعد سنه عشان نتابع مع بعض. ورجعت وقفت الادويه بتاعتي واداني ادويه تانية بديله، وقال لي دي تعتبر بونبوني بالنسبه لحالتك المرضيه دي يعني، بس عشان انت عايزه تحملي وكده فلازم نوقف الميستروكسيت. وقفت وحملت، وفي الحمل حصل لي ولادة مبكرة. الدكاترة قالوا إن ملهاش علاقة بمرضي وأنا مش عارفة إيه سببها. فضلت في المستشفى شهر ونص لحد ما تميت الولادة على خير، والولد قعد في الحضانة لمدة أسبوع. بعدين قررت إن أنا مش هاخد أدوية وهقعد علشان أرضع طبيعي. استمريت سنتين، وبعد السنتين قررت إن عايزة أحمل تاني. حملت تاني وقررت برضو إن أنا هفضل أرضع سنتين، كل ده من غير أي أدوية. كبيري بياخد مسكناته بس. وفي الحمل التاني حصل لي برضو، كان توأم وواحد من التوأم نبض وقف، وبرضو مش عارفة ايه السبب. بعدين بعد ما خلصت في طعم الولد التاني بدأت الأعراض تبقى عنيفة جدا جدا لا تحتمل. في ساعتها قررت انه لأ، لازم بقى اروح للدكتور وهضطر اخد الادويه اللي انا بخاف منها دي. اداني 17 حبه دواء اسبوعيا و12 حبه دواء يوميا، وقال لي الادويه دي قابله للزياده يعني. استمرت عليها سنه، وبعد سنه بدا الالتهاب في رجليا يزيد جدا، مش قادره اقف ابدا على رجلي، والالم رجع اشد من الاول. هنا قررت بقى انه خلاص انا مش هرجع للدكتور. طبعا من ضمن الحاجات اللي خلتني اقرر ان انا اوقف الادويه انه اتاخرت البريود 5 شهور، عرفت ان ده سببه الميستوكسيت يعني. وقفت الدواء من نفسي وقلت مش هرجع للدكتور خلاص، انا لازم اشوف حل بديل. وهنا ظهر لي دكتور ضياء. واللي عجبني في النظام ولفت انتباهي ان انا فعلا كنت بلاحظ ان انا بتعب لما باكل بقوليات، يعني التعب بيتضاعف اكتر لما باكلهم، وكمان بتعب لما باكل البيض. برضه كنت موقفه من نفسي، عشان كده اقتنعت قلت لا اكيد يبقى في حاجات تانية بقى لازم اوقفها وانا مش عارفه ايه هي، خليني على النظام واشوف. ومصدقتش بجد. بعد اسبوع واحد بس كان انا مع العلاج، كان بدا يجي لي مع الوجع اللي في رجلي، كان بدا يجي لي بقى وجع في الفقرات، وجع في الرئه، وجع في القفص الصدري كله حتى من الجنب، يعني ما اقدرش انام على جنبي من شدته. الالم ده كله اختفى في اسبوع واحد بس. بدأت أعيش طبيعي، بدأت أرتاح في نومي.
بقول لكم في فرصة، في فرصة قدامك استغلها. أنا يا ريتني عرفت كل الكلام ده من زمان، يا ريت كان من 19 سنة عرفت دكتور ضياء وعرفت إنه في حاجة اسمها نظام وعرفت إن المشكلة ما أبسطها مجرد إن أنا همتني عن أكل بيضرني. يعني كل الأدوية اللي كنا بناخدها ما هيش علاج، ونهايتك محتومة إنه كده كده في تشوهات، وكده كده فوق التشوهات هيكون في أمراض، أمراض تانية، لأنه إحنا بناخد كيماوي، إحنا بيخلونا كل فترة بنعمل تحاليل علشان يشوفوا مدى تأثير الدواء ده إيه، وفي نفس الوقت هو مفيش حل. طب أنت هتديني والمرض عمال بيزيد، يعني أنا خلاص جسمي بيتعود عليه ولازم أزود الجرعة، طيب وبعدين؟ بعد ما أزود الجرعات بعدين آخرتها، آخرتها هم مضطرين يدوني دواء، مفيش حل عندهم تاني، ما قدموناش حلول. فجاي لك فرصة، خد التجربة، مش هيحصل حاجة. سنين بصرف على دكاترة، على تحاليل، على أدوية، على تجارب، على عذاب، آدي المعلومة وآدي التجربة. فأنا بتمنى إن أنتوا تجربوا لنفسكم، وشكرا. النهاردة أنا كل خطوة بمشيها أنا مدينة بيها لدكتور ضياء العوض، اللي رجع لي الحياة تاني من بعد ما فقدت الأمل، من بعد ما كنت ما بقدرش أتحرك. شكرا من كل قلبي.